قدرت تباغت نادي اسوان في الارتباك بتاعهم في بدايه الشوط الاول وفي بدايه الشوط الثاني، هل حضرتك كنت قاصد ان انت تضغط عليهم وبتدي برتم عالي؟ هو ده الطبيعي ان احنا بتلعب على ارضك، الضغط العالي من قدام كان بشكل كويس، لعبنا بطريقه طبيعيه بتاعتنا 4-2-3-1، كان وائل فراج هو الاسترايكر الصريح، تحتيه بيلعب ثلاثه ماريو صلاح عاشور وشرويده، في بعض الاحيان غيرنا خرج وائل ونزل ودخل شرويده كراس حرب اساسي ومحمود قعود في الجهه اليسرى. يعني عندنا مرونه في الرباعي الامامي، بيكون لازم يكون تارجت سترايكر تحتيه ثلاثه، ممكن الثلاثه دول يغيروا اماكنهم في اي مكان، نزل لاما اشتغل من ناحيه اليمين. فاعتقد الحمد لله الشكل الهجومي كان بشكل جيد، ولكن في بعض الفترات بيكون في تراجع شويه في وسط الملعب، وبالتالي بتدي فرصه لفريق اسوان ان هو يخش المباراه ثاني. خوفك على المكسب هو اللي خلاك تراجع شويه، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نتماسك لحد ما الماتش يخلص، لكن اعتقد ان الماتشات الجايه مش هتبقى بالتراجع ده، متهيألي يعني خلاص انبي هيستعيد ثقته ان شاء الله في نفسه، وان شاء الله نقدر نبقى في مكاننا ان شاء الله. السنه دي عندنا كونفدراليه، لازم نحافظ على المكانه اللي احنا فيها ديت. اعتقد ان شاء الله ان احنا ان شاء الله باذن الله عندنا ماتشين مؤجلين، احنا لو كسبناهم ان شاء الله هتبقى 15 بونت، هتبقى زي المقاصة، هتبقى اول. يعني اهم حاجه الثلاثه بونت، ما كناش باصين للاداء قوي، اهم حاجه نطلع من الكاب اللي احنا كنا فيها. احنا كنا متعادلين حوالي 3 ماتشات وكسبانين ماتش، فدي مش نادي انبي، نادي كبير ومفنش السنه اللي فاتت ثالث دوري، وكنا بننافس على البطوله، ودي طموحاتنا ان شاء الله السنه دي برضو ان احنا نلعب على المراكز الاربعه الاولى، فان شاء الله لسه بدري، ودي خطوه، دي البدايه بتاعتنا ان شاء الله النهارده، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. الحمد لله طبعا نحمد ربنا على النتيجه وعلى الاداء، واي نتيجه بتبقى معلقه لاخر مباراه بفرق الهدف اكيد بيبقى الوقت بيعدي صعب، بيبقى في خوف من اللعيبه ان انت بتحافظ على 3 بونت مهمين. فالحمد لله النهارده يمكن نتيجه بالنسبه لنا كنا بندور عليها بقى لنا فتره كبيره، كان في فتره توقف، فكان نفسنا ان احنا نرجع تاني نادي في المكانه اللي احنا متعودين عليها. اشكر فرقتي بجد، فرقه محترمه، فرقه نادي اسوان معموله باقل الامكانيات، باقل الامكانيات، فيها لعيبه محترمه، لعيبه لعبت دوري ممتاز كتير قوي، ليها خبرات كبيره قوي، الفرقه دي بتادي بشكل كويس جدا، بس في حاجات بقى خارجيه. النهارده حامل الراي بيقول لي ضربه الجزاء على الجون، الكابتن عمرو حاسبها على الباك رايت بتاعنا، طب اصدق مين؟ طب هو شايف ايه وهو شايف ايه؟ بندور في التمرين دايما على الاستحواذ، يبقى عندنا اكتر كم من الاستحواذ، احنا بس بنامل من ربنا ان هو يبقى في توفيق الماتش الجاي او في اي ماتش ان احنا المكسب هيزقنا شويه، والمكسب انت عارف دايما في الكوره في الدوري هيجيب مكسب. بقول ان شاء الله اللعيبه برده من لسه بدري على حاجات كتير في دماغنا، احنا مش بنقول ان احنا هننافس على البقاء ولا هننافس على الدوري، بس احنا بنامل ان احنا نبقى موجودين في الدوري بسرعه كويسه ان شاء الله.